مسيرتي بالكتابة، يعني أنا كنت أكتب من أنا هيك أول صبية، أكتب بالأول خواطر، بعدين أكتب كتبت شعر حديث من أول بدايتي، شعر موزون، وبعدين يعني عندي رؤية للأمور كنت سجلها واتركها من وقت لوقت. بس الحقيقة يعني أخذتني تفاصيل الحياة، ما عدت اهتميت بإني أطبع أو إني أنشر، كنت مهتمة مثل ما عم لك يعني بالتفاصيل الصغيرة تاعت مثلا الأولاد، تاعت كيف بدنا نأمن المعيشة، كيف بدنا نهرب. نحن كنا عايشين فترة حرب طويلة، كنا محتارين وين بدنا نهرب، يعني ما في منطقة ما هربنا عليها، ما في بلد ما رحنا لها، يعني ما كنت أكتب وشيل، كنت أكتب وشيل، يعني اللي خزقوا خزقوا أو اللي يضيع يضيع، بس اللي بقيوا حاولت إني أحتفظ فيهم، يعني أكثر يعني حفظت عليهم اللي بقيوا. فمثلا في كتاب قبل هالرواية، كتاب اسمه ما علينا، كنت احكي فيه عن تجربتي بحياتي بطريق جديدة، انا من طريق جديدة، وبحكي عن المرحلة اللي عشتها بهالمنطقة بالسبعينات، كانت مرحلة مهمة جدا، ويعني هي بالنهاية السبعينات كانت مرحلة ازدهار لكل لبنان. وبحكي كيف كانت المنطقة وكيف كانت تطلعات الناس، كيف كان أيام كان في مد ناصري، كيف كانوا يعني يمكن قبل ما تخلقي أنت، يعني عم نحكي على المد الناصري، كيف كانت الناس تنطر خطابات عبد الناصر على الطريق، يتجمعوا جماعات لحتى يسمعوه، وكيف لما توفى شو صارت بالمنطقة، يعني ظهرت العالم كلها، يعني كل هالأحداث كنت أحكي عن بيروت وعن المنطقة اللي كانت ما كان فيها كل هالبناء، كانت عبارة عن تلال، يعني حي التناك، كنت أحكي عن مجموعة من الناس عايشين بحي التناك. هلأ هو حي التناك يعني هو رمز للأحياء التناك الثانية، رمز للأحياء الفقيرة، مش بالضرورة يكون هو حي بحد ذاته، أو هو مش اسم علم، يعني حي التناك مش اسم علم، اسم عام فيك تطلقيه على أي حي فقير أو معدم أو تنك، أو يكون تنك بنفس الوقت، عرفت كيف؟ بحكي عن هالحي وعن الناس اللي بهالحي وكيف بينظروا، لا يعني بحكي بشكل أساسي عن الطبقية، عن الطبقية يعني بمعنى أو بآخر، إنه الناس اللي بهالحي كيف بينظروا للناس البرجوازيين، كيف بينظروا للناس السياسيين، أصلاً هني بالنسبة للسياسيين إذا للناس المعدمين أو للبرجوازيين أو لعامة الشعب، الناس السياسيين ما بتحسي إنه في رضا عنهم. هلأ هي من الشكلان، يعني أكيد أنت بتجيبي شخصيات، إذا بدك تعملي شخصية أصلاً بدك تجيبيها من عدة شخصيات لتركبي شخصية، يعني حي التنك بتجيبيه من عدة أحياء لتركبي حي، وبنفس الوقت لتجيبي شخصية بدك تلمي شخصيات كتيرة، فهي ما بتكون واقعية، بتكون ملمومة من مجموعة كاركترات أو مواصفات لناس معينين، فبتشكل شخصية. يعني هي الشخصية المحورية اللي أنا عم بحكي عنها اللي اسمها صفاء، بتطلع وبتكون رمز لكل الناس اللي بيطلعوا نائمين وشو ممكن يتصرفوا. هلا هني نقمتهم ما بالضروره هالنقمه تخليهم يكونوا ماشيين على الصراط، ممكن يمشوا بطرق ملتويه، وخصوصا انه يقلدوا هالسياسيين، بيعرفوا هالسياسيين هن ناس يعني بيسرقوا مرافق عامه، بيسرقوا مقدرات البلد، فهن بيطلعوا بدهم يسرقوا، بس بيسرقوا قد ما بيقدروا وعلى مستواهم. بس بالنهاية يعني هالبطلة اللي حاولت تطلع بالطرق الملتوية، وقت وصلت يعني حست انه كل شيء وصلت له عبث، حست بالعبثية بوقت وصولها، انه يعني بالنهاية يعني شو عملت انا؟ شي بتقول انا شو عملت يعني؟ وإذا يعني كانت هي مع أكثر الناس المنبطحين، مثل ما إذا بدك تقولي المنبطحين المقتنصين، هي مقتنصة للفرص، منبطحة قدام المتنفذين،
ووصلت لمراحل كتير ما كانت بتتخيلها. هي دهشت للوصول السريع اللي وصلته، وبس آخر شيء ما كتير كانت مكتفية. يعني مثلا هاي مع لينا كانت عم تعالج، كانت عبارة عن سيرة ذاتية، سيرة مكان وزمان، سيرة بيروت، سيرة بيروت، سيرتي أنا وسيرة بيروت، يعني سيرتي الشخصية وبالإطار الكبير هو بيروت بحكي فيه. بس هون يعني ما بحدد أنا كتير، بس أكيد عم بحكي عن بيروت بالنهاية، لأنه هذا الحي ببيروت هو من الأحياء الثانية اللي عاملة أحزمة بؤس بالمدينة. بتجي الجرافة بدها تشيله، يعني تخيلي مثلا أصحاب الغرف بيكونوا بين ملتاع وحيران وين بده يروح، فهو المهندس يلي بيجي بيأمر بجرف الحي بيقول لهم أنتوا ليش هالقد مستعظمين الأمر، يعني العرب تخلوا عن الأندلس وأنتم مش قادرين تتخلوا عن حي التنك. بيقول له واحد من الشخصيات، بيقول له والله ما في فرق بين حي التنك وبين، يعني أنتوا عم تسرقوا لنا ذكرياتنا، شو بعد في من ذكرياتنا بالأندلس غير ذكريات؟ وهي ما حيبقى بالآخر بتنمحها. يعني هن عم بيهبطوا هالحي. كنت عم بستذكر أنا كيف كان عمال بتجرف الجرافة مثلا قلب البلد اللي هلا بنسميها نحن الداون، بتذكر وين كنا وين صرنا بالداون تاون، بتشوفي شغلات حلوه ومزخرفه وكل شيء، بس ما فيها حياه، بارده بالنسبه الي. يعني انا يعني اخذت معي بدك تقولي شو سنتين صعوبات، انا وعم بكتبها ما في صعوبات، يعني لا اكتبها بوقت اكون انا حاسه اني هلا فيني اكتب بكتب. كنت اكتب، ما كنت ملحوقة يعني، ولا وكنت ما يعني. بعدين في شغلة كتير حلوة بحب أقول لك إياها، إنه أنا كنت عايلي هون إنه ولادي جهد زماني، يعني الجهد اللي صرف لي النظر عن كل شيء، كنت كل الوقت مع هالولاد ومع كيف بدي نشئهم، كيف بدي ربيهم، كيف بدي أعلمهم، كيف بدي، عرفتي كيف؟ هلأ بعدين بقول أحفادي صفوا زماني، صفيت هلأ فضيت، فهلأ بلشت أنشر. هني سبب أني ما انشرت، وهني هلأ السبب بإني عم بنشر، لأنه هني اللي عم بشجعوني فعليا. يعني صدر الكتاب ب 12-12 بالعام الجاري 2011 بمعرض الكتاب بالبيال عن دار أبعاد، ونشرته دار الفرات، وكان توقيعي ب 12-12، توقيعي للكتاب ب 12-12. ايه يعني اكيد في روايه بين ايدي عم بحاول اني انجزها. هلا يعني ما بعرف، يعني انا بتفتكري انه الروايه هي حاله اجتماعيه معينة، حتى لو تحكي عن شخص واحد هو عايش ضمن المجتمع. يعني الروايه هي لو حكيت عن حرب بتكوني عم تحكي عن اجتماع، كله متواصل مع بعضه، ان كان اجتماع او سياسي او ثقافي او شو او ديني او شيء، كله بيبقى يعني متصل ببعضه، مثل الاوعيه المتصله، هاي بتفوت بهاي وهي بتفوت بهاي. تواصلي مع القراء؟ تواصلي مع القراء، يعني انا يعني ما كثير كنت منفتحه، بس اخر شيء عملت فيسبوك وبتواصل عبر البريد الالكتروني مع قرائي، وبتمنى انا يعني يقولوا لي رايهم ارائهم بالموضوع، بهمني كثير ارائهم وانتقاداتهم، وانا باخذ فيها بالنهايه. ما في انسان كامل، الكتابه شو ما كانت هي كتابه مفترض تكون هادفه، مش فن للفن. هي اكيد الكتابه فيها متعه وفيها فن، بس كمان تكون لها مغزى، في نوع من يعني مش مدرسه، بس بنفس الوقت هي عالم قائم بذاته. يعني اللي بيفوت على هالعوالم ممكن يستمتع فيها، عرفتي كيف؟ يعني بينشد المتعة والإفادة بيلاقيهم، اللي بده متعة على الحلم ما بيلاقيهم.